النهارده كده ايوه اتفرجت فين الاول؟ في البيت. في البيت. انا وقفت اي ارتباطات. ايوه ليه بقى؟ انا يعني مش مساله تفاؤل وتشاؤم، تعودت ان انا اقعد على مكتبي كده قدام الشاشه، وجواز بناتي هم اللي بيحضروا معايا الماتش، وجانا يا ميمي جانا اللي هي اخر العنقود، يا روح يا روح يا كرويه قوي برضه. اه ودينا انما بقى دينا بنات دينا كمان التانيين كانت لا، مع نفسهم عشان الولاد يعني، عشان ما يعملوليش قلق. اه ايوه طيب. ونجوى زيها كويسه زي الفل الحمد والبنات، لله وربنا الحمد يخليهم لله. لك يا رب يا سلام. يا حبيبتي يا ميمي، يا حبيبتي يا حبيبتي، يعني ماشي اقولي اتنين حبايبي قاعدين، الله هي يبارك الفرحه كملت والله. طب بص قول يا شبكي الله شبكي، يخليك اتفضل عايز اقول لك حاجه، قول. ان كمان الفرحه كملت قوي بالكلمه اللي بعتها السيد الرئيس طبعا لاولاده واولادنا، ما دول اولادنا يا شباب، طبعا طبعا دول اولادنا الابطال، طبعا طبعا. وانا ببعت من خلالكم 120 مليون بوسه للبطل ابو جبل. ابو جبل البطل النهارده، بص ربنا كرمنا بالشناوي العظيم ومحمد صبحي، وربنا كرمنا رغم الظروف الصعبه اللي احنا عدينا عليها والاصابات، ابو جبل النهارده خلص بدري موضوع ضربات الجزاء ده، بنبقى يعني ايه لا شفت هو الحنين. صد كام جول يعني الحقيقه مع الثبات الانفعالي اللي كان موجود في المباراه. ايوه دي نهى الحكايه صحيح. ما خلاص، اصل هو صد كورتين وفي كوره طلعت بره، خلاص خلصت، واحنا جبنا الثلاث كور بتاعتنا خلاص، ما كملناش بقى ليه لغايه زي الماتش اللي فات طبعا، احنا كملنا للضربه الخامسه اللي ايوه جابها فضلنا كوره محمد لكوره صلاح. صح صح